السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم يا أصدقائي، معكم أيوب أيوبي. وهذه الحلقة 72 من سلسلة تختيم لعبة جي تي اي سان أندرياس مترجمة، فهيا لنبدأ. وأخيرا اعتدت على الانترو الجديد. حسنا، بالنسبة للمهام الكازينو، أين الكازينو؟ حسنا، هذا هو الكازينو. بالنسبة لهذه المهام سوف نقوم بها بعد أن ننجز مهام هذا الكازينو الآخر، ثم إن شاء الله سوف ننتقل إلى مهام هذا الكازينو. ندخل الآن إلى الكازينو ونقول على بركة الله لأول مهمة في هذا الكازينو. أنا الإشارة، نعم هنا توجد الإشارة. أوه، هل هذا حارس شخصي؟ هذا حارس، حارس ليس حارسا شخصيا، هذا حارس للكازينو. أوه، إنه جميل، لكن الكازينو الخاص بنا هو الأجمل. حسنا، ندخل الآن إلى المهمة. Oi Rosie, liven yourself up. Carl's here. I ain't لقد وصل سيجي. Hello. What's happening? Hey, there's some top funny down at that pool pub, Zee. Leave it out, Dimlo. What's wrong with you? Well, are you going to tell him or shall I? I'm really screwed. Crack on, Rosie. Spit it out. I threw it all away. Okay. I had the power, the money, the ladies, but I couldn't lay off the blow. So I went into rehab and everything went to shit, but so what? So when I came out, I started representing the Liberty City mob again. And that's how I ended up here. But no one family would trust another family to run the casino. So I was put forth as a neutral party. صراحة لا أفهم أي شيء من ما قاله، لكن waiting for one family to cap me and blame the other one. My only friend is a bird named Tony. يقول صديق واحد بي لديه هو هذا الطائر طوني. Shit, let me think about this. You're going to have to break it down for me real quick. Okay, okay. The Sindacos are on the warpath. Okay? I mean, something terrible has happened to Johnny. I mean, he's in a shock-induced coma at the hospital across town. Now, the Ferrellis, they will take this opportunity to rub him out. Now, if any hit between the families succeeds on my turf, I will get the axe, bullet, machete, okay, whatever. Okay, relax. I'm gonna shoot over to the hospital and move the body or something. There you go, my love. Things ain't so bad, are they? Bada bing! حسنا، صراحة لم أفهم أي شيء، لكن ما فهمته وهو أن إذا حدث لجوني من عائلة سينداكوز أي شيء، فعائلة سينداكوز هي مستعدة للحرب مع عائلة أخرى لا أعلم ما هي من تكون تلك العائلة، وسوف يتقاتلون فيما بينهم على هذا الكازينو على ما أعتقد. المهم، لم أفهم كلامه جيدا لأنه يدخل ويخرج في الكلام. حسنا، أوكي، سنذهب إلى المستشفى الآن ونأخذ جوني. سنأخذ جوني من هناك. ابتعد عن طريقي، ابتعد عن طريقي. وصلنا إلى المستشفى، هذا هو المستشفى. Hello, sir. Can I help you? Yeah, I'm here to pick up Mr. Sindaco. Mr. Sindaco? There must be some mistake. An ambulance just picked him up. Oh, okay. Thank you for your help. Oh, حسنا. سيد جوني أخذته سيارة إسعاف قبل قليل. إذن علينا البحث عن سيارة إسعاف. أوه، لدينا ثلاثة نقاط حمراء في الخريطة، مما يعني أنها سيارة إسعاف. علينا أن نبحث عن أي سيارة من الاتجاه. حسنا، لا مشكلة. علينا أن نبحث عن أن نتوجه إلى تلك النقاط الحمراء الموجودة في الخريطة ونرى أي سيارة منهم تحمل جون. أوه، ها هي، اقتربنا من واحدة. حسنا، ها هي واحدة اقتربنا منها.
أوه أوه ليست هي. حسنا نذهب إلى الأخرى، إلى سيارة أخرى. هنا 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 الطريق مغلق. سحقاً سأدمر سيارتي قبل أن أجد جون. أين يا جوني؟ أين أنت؟ حسناً أين هي هذه السيارة؟ هنا بعيدة. سوف أذهب من هنا وأنزل من أسفل وسوف قتلت شخصا لم يفعل لي أي شيء. شخصا بريء. لا أعلم ما الذي سيحدث لي اليوم. لا أجد القيادة. حسنا سوف اعترض طريق. ابتعد. انا اسف لا اعلم ما الذي يحصل معي اليوم. مان ثانكس فور ذات. حسنا هاي سيارة الاسعاف. حسنا لا توجد هنا، اذا بقيت سيارة واحدة. اعتقد ان من المستحيل انك سوف تجد جوني من اول سيارة اسعاف، لان اللعبة مترجمة لأن اللعبة مبرمجة على هذا، على أنك سوف تجد جوني في آخر سيارة سوف تبحث عنه. أوكي، وها هي السيارة. سوف أعترض طريقها هكذا. حسناً جيد، وأمل أن تكون لدي الأسلحة كافية. ثم سآتي إلى هنا وأقتلهم. لا. اوكي يس، قتلتهم. الان ساركب السيارة واهرب من هذا المكان قبل ان تأتي الشرطة. اوكي، اين ساتجه؟ من هنا يا يوبي او ايوب او سي جي او من يقود. اوكي. حسنا ابتعدوا. يس حسنا، لم تفهموا اي شيء اصلا، لن تفهموا. اوكي وصلنا اخيرا. اي جوني، هاو يو فيل؟ ما هذه العصابة؟ تذكر هذا الشخص الذي يرتدي الجاكيت البنية، انني قاتلته يوما ما، واعتقد في هذا المكان. نعم حسنا، لا يهمنا ذلك. اوكي ابتعدوا. حسنا يا اصدقاء، كما ترون لقد انجزنا المهمة بنجاح. شكرا لكم يا اصدقاء على مشاهدة هذا الفيديو، واتمنى ان يعجبكم الفيديو. فان اعجبكم الفيديو فلا تنسوا دعمنا بلايك وبالاشتراك في القناة. كان معكم ايوب او يوبي. الى اللقاء.